هويه هتكون صلواتك عليه وعلى اباه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم. وليد بن عتبة جته رسالة، هذه الرسالة مكتوب فيها مات معاوية وخذ البيعة من بعض وجوه الموجودين في المدينة اللي إليهم قبيلة واللي إليهم صوت واللي إليهم مكانة، مثل الإمام الحسين عليه السلام الناس تحبه وتلتف حوله، قال لي خلي يبايع الإمام الحسين يرضى أن يكون حاكم زي يزيد يكون حاكم؟ ما يرضى. ولهذا الإمام يقول ما نباع حاكم وأنا مثلي ما يبايع مثله. الإمام قال أنا لازم أطرش واحد من أهلي يشوف الوضع في الكوفة، أنا ما أدري وش صاير في الكوفة، فقام طرش إليهم مسلم ابن عقيل. طرش إليهم منهم مسلم ابن عقيل. مسلم ابن عقيل راح إلى الكوفة، وصل مسلم إلى الكوفة وقامت الناس وجت منه هذا اللي واصل إلى الكوفة، قالوا اللي واصل مسلم رسول الحسين، يعني مرسال الحسين وصل إلى الكوفة. الناس جت وقامت تبايع بالآلاف. منو الحاكم على الكوفة؟ النعمان بن بشير. الجنود اللي حول النعمان قالوا ليهم تشلون كذي، هاكو مسلم الناس تلتف حوله وتصير وياه وانت ساكت، هذا بياخذ الحكم منه، وش نسوي؟ قالوا اذا هذا انت ما تسوي شيء احنا نطرش رساله الى منه؟ الى يزيد نشتكي عليه. فقام يزيد وطرش اليهم واحد شرس، واحد شرير، واحد قدر، طرش اليهم منهم عبيد الله بن زياد. هذا الشرير جاء ويا واحد بعد مريض اسمه شريك الهمداني. دخلوا الكوفة، لما دخلوا الكوفة دخل هذا الشرير متلثم، وصل إلى قصر اللي فيه النعمان بن بشير وقال للجنود فتحوا فتحوا، فتح لثامه وقال لهم أنا عبيد الله بن زياد، مطرشني يزيد إني أصير أمير عليكم، وقام يقتل أي واحد يعرف أنتو يا مسلم ضربه وقتله، أي واحد يعرف أخبار عن مسلم وما يقولها يقتله. مسلم ابن عقيل كان يصلي في مسجد الكوفة وكانوا وياه الناس واجد كلهم مصطفين، ما خلص الصلاة إلا نص الموجودين وين؟ مو وياه. قام يتمشى في سكك الكوفة، يعني في الطرقات يتمشى وراه الناس اللي بايعوه اللي قالوا له يا مسلم احنا وياه. مشى 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 وصل إلى باب يسمونه باب كندة، التفت حوله ما شاف أحد من هذيلين اللي يقولون لمسلم احنا ويش وياه، حتى واحد يدليه الطريق ما في، وظل مسكين بروحه. لما وصل إلى مكان من التعب قعد صوب بيت يسمونها بيت طوعة، طوعة طلعت هذه شافت واحد قاعد، قالت لي وش فيه قاعد لا ويش؟ قال انا عطشان ابو ماي. قامت وجت وعطته وشربت الماء. انت شربت الماء لا احل لك الجلوس على باب بيتي، هذا بيتي وانت رجال واني مره، ما يصير انت تقعد على باب البيت عيب. فقال ليها انا عطشان وجابت اليه الماء يشرب الماء، ف
فقام، فقال لها أنا مسلم ابن عقيل وأهل الكوفة ضيعوني، كانوا وياي الحين ما حد منهم وياي. وأخذته ودخلت داخل وخلت داخل ويش حجرة، وجو ولدها، ولدها يشتغل في وينه، منو يعرف؟ يشتغل عند عبيد الله بن زياد، جاسوس، جاسوس يعني ينقل أخبار. بس شاف أمه نايمة، سيدي قام وطلع، راح يركض يركض، وين رايح؟ إلى عبيد الله بن زياد. شنو يسوي هناك عند عبيد الله بن زياد؟ قال له يا أمير، البشارة البشارة يا أمير. وش قال؟ مسلم بن عقيل في البيت متغير. مسلم كان يصلي صلاة وش؟ صلاة الصبح، ما يسمع إلا وين؟ منو هذا وش؟ جنود عبيد الله، صوت الخيل جاية. مسلم خلص الصلاة وقام حمل سيفه وقال إلى طاعة مشكورة، ما قصرتين. وطلع مسلم وواجه القوم وقام يقاتل 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 فيهم. حفروا لي حفيرة وأسقطوا مسلم. فقال عبيد الله بن زياد إلى واحد من رؤسائه، أخذوا مسلم وودوه إلى أعلى القصر فوق كلش، ودوه فوق. وأخذوا مسلم وودوه فوق القصر وقطعوا رقبة مسلم ورموا مسلم من فوق القصر إلى الأرض. وأخذوه وربطوه رجاله بحبال وقاموا يسوقون مسلم، يسحبونه من مكان إلى مكان. وأخذوا يسحبون مسلم في أجواء الكوفة، في طرقات الكوفة. هذه طوعة، وهذا مسلم قاعد عند الباب، وطوعة عندها القربة اللي يجيب إليه علشان يشرب الماء. اليوم مسلم يوم صادوه، يوم صادوه حفر سوله حفيره وطاح في الحفيره وشالوه منها وودوه تالي الى عبيد الله بن زياد. اللي اعطيته علم خلاص يا ولد، ما في باكر بنوزع عليكم هيك العصابه، خلكم قاعدين.